قرصة خبز لا تكسرين وباقة فجل لا تفلين وأكلي لما أنت شبعين. قالوها أهلنا قبل وقصتها صارت واحدة من الأمثال. فصولها تقول أكو مرية كبيرة بالعمر تعيش هي وابنها ومرته. فبيوم من الأيام رادت تروح تزور قرايبها، ومن طلعت من البيت وصت شنتها وقالت ترى ما عندنا بالبيت غير قرصة خبز وحدة وباقة فجل، وإذا ردتي تاكلين قرصة الخبز لا تكسريها وباقة الفجل لا تفتحيها وأكلي لما أنت شبعين. ودارت وجهها وطلعت. مرة ساعة ساعتين الشنة دقها الجوع، وكل ما تتقرب على القرصة وباقة الفجل تتذكر وصية عمتها. هناك كان يندق الباب عليها، ركضت وفتحته، ولأنها وحدة من جيرانها ممسيرة عليها. طبت للبيت وسالفة منها سالفة منها، حكت لها على قصتها ويا عمتها. جيرانهم التفتت عليها وقالت تقدرين تاكلين وتشبعين بدون ما تكسرين قرصة الخبز ولا تفتحين باقة الفجل؟ قالت لها شلون؟ ردت عليها سهلة، تاخذين أطراف قرصة الخبز وتقطعيها بشكل دائري والقرصة تبقى على حالها، وباقة الفجل تقدرين تقطعين أوراقها وتاكليها بدون ما تفتحيها. صاحبتنا نفذت خطة جيرانهم وأكلت لما شبعت، ومن رجعت عمتها شافت تشنة قاعدة بمكانها وقرصة الخبز وباقة الفجل على حالهم. ومن سألتها جوعانة ردت عليها لا، العمة ما اقتنعت وقالت الشنة تتعاي سولفي لي شلون أكلتي. قعدت يمها وسولفت لها نصيحة جيرانهم وشلون استفادت منها. العمة استغربت وظلت تردد ويا روحها قرصة خبز لا تكسرين وباقة فجل لا تفلين وأكلي لما انت شبعين. بقصة تشابه فصولها ويا حال أطراف سياسية رفع رايتها برفض المقترحات والحلول للخروج من أزمة الانسداد السياسي. شلون وليش؟ هسه نعرف. المعلومة المسربة تقول أكو وفد إيراني يمكن يوصل للعاصمة بغداد بالأيام الجاية بزيارة تشمل إقليم كردستان، وجدول اللقاءات يتضمن اجتماع بمصيف صلاح الدين، والهدف معرفة مواقف قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني النهائية من الاستمرار بالتحالف الثلاثي اللي خطوط انقسامها صارت واضحة وما عليها غبار. والدليل إرباك بالمواقف وتعثر بالتصريحات أسبابها عودة قيادات القوى السنية المطلوبين. والدليل حزب تقدم قرر فصل النائب ليث الدليمي بعد زيارة مستعجلة للشيخ علي حاتم السليمان مثل ما تقول العصفورة. لكن النائب عن تحالف السيادة مش عن الجبوري عند موقف يستغرب من الاعتراض على عودة العيساوي والهاشم والسليمان اللي ما ثبت عليهم حمل السلاح والتورط بسفك دماء الناس، وكملها من غيب الآلاف من شباب المناطق المحررة ماكو أحد يطالب بمحاسبتهم. منو يقصد؟ الله أعلم. صحيح الهزات الارتدادية اللي ضربت التحالف الثلاثي صارت واضحة، وآخرها غياب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر عن مؤتمر تحالف إنقاذ الوطن اللي أعلن مشروعه بتقديم قانون تجريم التطبيع ويا إسرائيل. لكن أطراف سياسية أعلنتها بعبارات صريحة وقالت انقسام السيادة نتائج تبين بتوزيع غنائم المناصب بعد تشكيل الحكومة. الخراب يصير على إذا شكلت حكومة وصارت الغنائم، هنا الخراب يصير على تشكيل حكومة. هاي الغنائم شنو يا لعب؟ هو المحافظون والوزارات. هاي الغنائم. يعني اصبر على اولها تعرف تاليها. بس دقيقة، تسهيل مهمة عودة السليمان اللي صارت ورقة اتهامات تتبادلها القوى السياسية يمكن وصلت نهايتها، والسبب اصحاب مبادرة العودة هويتهم معروفة بمساندة السطام ابو ريشة وحمايته. الله حي شباب، قائد السلام، 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 قائد السلام. هناك جهة نوعا ما أتت به في ظل هذه الظروف التي نمر بها، في ظل هذا الانعدام ما بين الثقة، وكذلك أعتقد هذه الجهة أيضا يعني ساهمت بترتيب نوعا ما بهذا الضد النوعي في الداخل السني سوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة. وأيضا هناك حديث عن بعض الشخصيات أو عشرات الشخصيات خلال الفترة المقبلة من قبل الذي كانت لديهم مشاكل مع الحكومة العراقية. يعني بالتالي أعتقد هذا الأمر أكو بعض الشخصيات أيضا بالخارج موجودة، هناك من يرتب لهم هذا الشأن. ولا ننسى أن نربط ما حدث في الأنباء خلال الفترة السابقة ما يخص الأبو ريشة ووضع معين تحليل أن هذه الجهة التي وقفت هناك تقف هنا. يعني القصة مو بعيدة وبصمات السلاح واضحة، لكن السالفة مو هينة، والتطورات بالمواقف دفع الزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لكسر صيام الأربعين بموقفين، أولها بانتقاد عودة المطلوبين وثانيها بالتلويح بقانون تجريم التطبيع. شنو الأسباب؟ الله أعلم.
لكن التصريحات تقول زعيم دولة القانون نوري المالكي عند زيارة للحنانة موعدها بعد عيد الفطر، والسبب إعادة هيكلة الكتلة الأكبر وترميم سفينتها بالشراكة ويا التيار الصدري. يعني بالأيام الجاية يمكن خارطة التحالفات تتغير، وسالفة قرصة خبز لا تكسرين وباقة فجل لا تحلين وأكلي لما انت شبعين بعد ما نحتاج لها.